بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل اليوم شابتر 4، شوف المقطع الخامس، ثيرمال باوندري لير. ثيرمال باوندري لير متى يتم تتشكل؟ تتشكل لما يكون عندنا، لحظة، هنا عندي سيرفس، هنا عندي سيرفس درجة حرارته هي تي اس، وفي عندي هنا فلويد فلو بدرجة حرارة تي انفينيتي. لما يكون في فرق ما بين الاثنين، درجة حرارة ما بين الاثنين، ساعتها ايش يتشكل عندنا؟ ما يسمى ب باوند ثيرمال باوندري لاير. ايش صفتها؟ صفتها انه هذه المنطقه هي درجه حرارتها لا هي تي اس ولا هي تي انفينيتي، هي ما بين الاثنين. ذا فلو ريجن اوفر ذا سيرفيس ان ويتش ذا تمبريتشر فاريشن ان ذا دايركشن نورمال تو ذا سيرفيس از سيجنيفيكانت. لما يكون، لاحظ، في هذا الاتجاه نورمال على السيرفس اللي هو هنا النورمال على السيرفس، يكون الفاريشن للتمبريتشر يكون معتبر زي ما قال لك هنا significant. الثيكنس of the thermal boundary layer اللي هو دلتا تي عندي هنا at any location. ليش يقول at any location along the surface؟ لأنه لاحظ هنا يختلف في منطقة اللامينار، هنا في المنطقة هذه يختلف، كل منطقة يختلف فيها عن المنطقة الأخرى. Defined as the distance from the surface at which the temperature difference T minus TS. مثلا لاحظ هنا عند هذه النقطة، هذه اللي يتحقق عندها هذا الشرط T infinity minus TS، هذا المسافة اللي تحتها نسميها delta T. The thickness of the thermal boundary layer increase in the flow direction. صحيح، لاحظ هنا وهنا وهنا، كل واحدة منهم كلما قدمنا في اتجاه الفلو دايركشن تزيد سماكة هذه الثيرمال بوندري لير، وكمان الريت اوف هيت ترانسفر. Since the effect of heat transfer rates felt greater distance from the surface for the downstream. يعني لاحظ هنا تقريبا ما في عندنا اي انتقال للحراره، فكلما قدمنا القدام كلما كان الفرق ما بين التي انفينيتي والتي اس كبير، فكلما كانت الكيو دوت كبيره. The shape of the temperature profile in the thermal boundary layer dictate the convection heat transfer between solid surface and flow flowing over it. يقول لك انه ايش شكل، لاحظ هذا هو شكل التي temperature profile، هذا يعطينا ويصف لنا ايش اللي حصل ما بين السوليد اللي هو موجود عندنا هنا والفلود flowing over it والفلو اللي جاي فوق. لاحظ هنا ايش اللي صار، مين الاسخن هنا؟ لاحظ انه تي اس بعدين درجة الحرارة بدأت تزيد، اذا الفلود فلو هنا hotter than the plate surface، إذا الفلود فلو اللي هي تي انفينيتي هنا عالية أكبر من التي اس الموجود عندنا. طب لما يكون العكس، لما تكون البليت ساخنة والفلود فلو بارد، يعني الفلود فلو وده يبرد البليت هذه، يكون البروفايل تبع التمبريتشر يكون كيف؟ يكون بهذا الشكل. ليش؟ تكون تي انفينيتي قليلة والتي اس تكون أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.